حبيبي صافا؟ أنا في القهوة. قهوة أنت قلت لي البارح كاش نهار خلاص لي قهوة. ها راه جا النهار راك تعرف. أنا في القهوة نستنى فيك. ياك تجي ياك أنت قلت لي خلاص عليك تجي. صح هاي نستنى في صاحبي. غادي نبدا أنا غادي نبدا غادي نبدا نكونسومي ما بلا ما جيت أنت. أيا صح. أسمع ما ديرهاش بيا ياك. أيا أنا. يكتب في الدعوة أنا نستنى فيك صح محمد بارك الله فيك سيبو زيد زيد تعال
باغي تخلصني باش نبلع لاكاس. باش نمشي صاحبي قال لي غادي البارح هضرت مع صاحبي تلاقيته قال لي غادي كاش نهار نخلص عليك. خلص عليك قهوه وانا قلت لها صح جيت اليوم. وانا دوكا ما نخلصش. لا هو غادي يخلصك صاحبي، صاحبي قال لي غادي نجي انا نستنى في صاحبي. ودوكا انا شكون يخلصني؟ عرفتها. ميتي تاع اليوم يا جماعه هو القهوه. بحال الكافيتيريا يا جماعه ولا غير فور. مشروع مربح شاولا يلزم له شروط، تكون ريقلو وتكون نقي وتكون عندك معامله مليحه مع الناس. حاجه الاولى كي ندخلوا القهوه عينا تروح لهاد لاباراي اللي هي عصاره تاع القهوه. كاين بزاف احجام، كاين من برا واحد حتى كاتبرا، برا دو برا، هادو هما لي برا على كل حال. كيما قلت لكم يا جماعه الحاجه الاولى غير تدخل ونشوفوها في القهوه اللي هي الماشينه. تشوفها نقيه رايح تشرب وانت فرحان، تشوفها مسخه تشري وانت قلبك مزير. وحنايا كي نشوفوها كعين طيح ليها حاجه الاولى اللي نشوفوها اسكو نقيه ولا ماشي نقيه. اصاحبي اصاحبي القهاوي شراه صاري شراه صاري في القهاوي. علاش حنا كي ندخلوا قهوه نقولوا بلي هذا عندها قهوه بنينه مليحه وهذا ماشي مليحه؟ وشنو هو اللي يصنع الفرق؟ اللي هو النقايه يا جماعه ولاباراي كي تكون جديده. بالك شفنا في لي ريزو سوسيو داروا واحد لي فيديو على انه ديك الماشينه فيها الحديد فيها الروسور مصدي فيها ما فيهاش الفيلخ. هادو مشاكل كاينين يا جماعه، بصح انت كي تدوق وتلقاها بلي قهوه بنينه اعرف بلي راهم ريكلا صالحه. وزيد على ذلك حنا نشوفوها من برا ما على بالناش واش فيها من الداخل. الداخل عندنا بزاف انستالاسيون، عندك انستالاسيون تاع الغاز باسكو فيها النار الداخل هاي لابريك تاعها، عندك انستالاسيون تاع الماء، الماء يجي ديريكت هما معاها هاي لابيل باش تعمر منها ولا المانيطا باش تعمر منها الماء ديريكت هما من الريزرفوار. وكل وحده كما قلت لكم كاين احجام يسمى كل وحده واش عاد تفيد من لتر. حاجه واحده اخرى عندنا لابريسيون، وي عندنا ثاني الماء وعندنا ثاني مين تسولاجيها. علاش نسولاجيها؟ على خاطرش كاين عندنا درجه حراره معينه يتسمى كي تحمى بزاف يلزم لنا حنايا نخوي شويه هذاك الضغط اللي عليها. الماء يا جماعه القهوه يلزم لها الماء باش نشربوها. هذا الماء منين راه يجي؟ هذا اللي نعرفوا به النيفو تاع الماء تاعنا وين راه، الا هبط ولا راه مليح. مادام هضرنا على النيفو تاع الماء اذا هبط ولا راه مليح يتسمى هنا نفهموا. طيب ما تخلقش هنا نفهموا باللي راهي عندها انستالاسيون ديريكتوم مع ريزرفوار. كي نقولوا ريزرفوار انستالاسيون منا يتسمى هذا الماء راح يتكونسوما، يتسمى يلازم له يكون صافي ونقي. على هذا يلزمنا نديروا فيلتر. كاين فيلتر يا جماعه، فيلتر فيلتر ما يسوى والو، هو اللي صافي الماء. وها هي النتيجه، الماء يكون صافي. لو كان ما يكونش كاين فيلتر تشوف فيه كاركير وتشوفه باللي الماء ما راهش مليح ماشي صافي باين. راك تقدم حاجه منتوج صافي ونقي، رابح مع ربي ورابح مع الشعب تاعي. ديك النظرة ديك الريحة الله يبارك. عبالكم في القهوة يا جماعة كي نكونوا نطحنوا فيها كاين الرطبة كاين الموين وكاين الخشينة. راس واجدة القهوة تاع البرا هذي صح دير البرا. ولافونتاج اللي عندنا في لاباراي تاعنا سيكو كاين البرا اللي فيه زوج تاع لي سورتي باش تعمر زوج كيسان او مام طون، وكاين اللي فيه غير سورتي واحدة باش تعمر كاس واحد. بصح ماشي كيف كيف، مثلا نيتوايوها هذا تاع زوج ولا تاع فوالا. الحجم اللي ولا سعة القهوة اللي تدخل هنايا ماشي كيما اللي تدخل هنايا، هنايا كمية قليلة ناقصة على هذه شوية. على هذا فيه هذا زوج تاع لي صورتي وهذا فيه صورتي واحدة. قال شوية تخدم بهم البرا.
البروغرام كيفاش يندار؟ انت كي تجي صباح وتحل القهوه تاعك يلزم لك وقت باش تحمي لاباراي، تعمر الماء، دير تتف امورك، الفريق واجد ساي يتسمى مادام كاين بروغرام راه كاين ستاف ايكيب، كاين واحد البوست يا جماعه اللي هو الماشينيست، هو اللي راح يقابل القهوه، هو اللي غادي يدير البرايا يا جماعه. زاير وعصر اباكم جماعه تاعكم في الريغلاج تاعها كشغل نتايا راك تخدم او مطون راك تسويفي. علاش علاش لا طومبيراتور هنايا راهي تطلع وتهبط، ما غاش حمام بزاف حاجه دارت لنا كارثه صاحبي، هذه راهي ماشي زعاقه، وما غاش تهبط بزاف على خاطر ثاني الدوغري تاع الماء هذاك هو اللي لازم القهوه تكون حاميه. يتسمى رانا نعسو او مطون، عندنا هنايا ريغلاج الكتريك صافي دير هنايا، كي ندير هنا في الان صافي دير ريزيستونس راه شاعله، راهي شاعله بالتريسينتي فوالا باش يحميها رابيدوس. ومانطور انا نطفو كي نشوفو بلي ليكوي راه طلع، وحاجه واحده اخرى ثاني ما ننسوش بلي ثاني راه تتمشى بالغاز، راه النار راهي شاعله، يتسمى هذيك راهي قاعده شاعله طيله النهار. ولا بريسيون ثاني تسمى حنايا مادام رانا نشوفو بلي ليكوي راه طلع بزاف يتسمى خوي عليها شويه الضغط. وي 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 حامي لي كابسول هذه ما كانتش كاينه بكري بصح راهي كاينه. الوقت تبدل يا جماعه، بكري كانت كاينه غير الماشينه تاع البراق، درك راه كاين لي كابسول. وي مسيو ما جاياش يجي عندك كليون يضمون دي كابسول وما يلقاش عندك، على هذا درك في القهاوي تاعنا رانا نلقاو بزاف الناس اللي يبيعوا لي كابسول هذو تاع الماشينه، طاف عباس تيفون سي بون طاف ريكل ما تربي برا ما والو. كي ندخلوا القهوه نلقاو دائما رانا نلقاو اباراي كيما هذه، يتسمى كاين لو شوا، كاين اللي ما يبغيش لاباراي تاع لاباراي ولا تاع البرا كيما يقولوا ثقيله بزاف يخير هذه، في هذه قو بزاف ثاني راك تعرف شغل اكثر هذو نوازات هذه القهوه راحت ماشي كيما بكري معليش. هاكا يا ولافونتاج اللي كاين يتسمى هنايا عندك لو شوا كيما في البراغ، تسمى الماشينيست هو اللي راهي في راسه يسقسي الكليون يقول له هي خفيفه ولا ثقيله ولا شويه شويه، تسمى تعرف التحكم راه في البرا. بصح هنايا لا عندك تروا شوا، عندك قهوه مزيره موين وطالعه بزاف ديروها مزيره شويه شوفوا. سي بون تبان بنينة، على كل حال سيدي يقول كل واحد واش يبغي. كرام بيان بلون اوكي سيدو موندا مني كرام، يتسمى الكرام هذه قهوة مع الحليب يا صاحبي، هذه قهوة بالحليب كرام توسوس له على بالك. احنا في الثقافة تاعنا يا جماعة رانا نشربوا قهوة بالحليب بزاف، ايوي بصح شاولة الحليب تاعنا كيفاش رانا نحافظوا عليه كاع النهار؟ يلزم لها اباراي سبيسيال. واش راح نديروا حنايا؟ غادي نستعملوا الحليب تاعنا، بصح الحليب هذا من نجيبوه نقعدوا نقلعوا بشوية ونحموا؟ لا، كاين اباراي سبيسيال اللي غادي نقعدوا مخليين فيها الحليب تاعنا كاع النهار ويقعد سخون، بصح كيفاه؟ نقول لكم أنا كيفاش، لو كان نقعدوا شاعلين عليه النار كاع النهار راح ينحرق ولا يشطلنا ويطلع صاحبي. بصح حنا لا كاين هاد لاباراي سبيسيال اللي تحمي الماء في هاد لاكو، وفي الوسط كاين الحليب يتسمى الحليب يحميه الماء اللي هو سخون كاع النهار. هاي نتاع حليب يا محينك، اي عمرتها بزاف. سي بون القهوة ولا تاي يا جماعة، كي دي قهوة دي لا تاي، اه والله ما نطيحوش من لاتاي لاتاي وقهوه قهوه. قهوه ولاتاي يا الفاهم، كي نقولوا قهوة نقولوا لاتاي، تمشوا مع بعضهم ما يتفرقوش.
اي جو يا جماعه، الجو ناتورال. كاين بزاف ناس اللي ما يبغوش كما نقولوا المواد الحافظه وكاع، يبغوا لي جو ناتورال، وعلى هذا يلزمهم يكونوا ديسپونيبل في قهوه. ربح. واتيها الحاجه الشابه اللي ولات في القهوي تاعنا اننا نخدموا لي جو بريسي. نحتاجوا روبو، هذا الروبو جاي سبيسيال لهذا الفاكهه اللي جايه طريه. راك شايف كيفاش الفاكهه اللي جايه طريه. وعندنا روبو واحد اخر اللي نخدموا به جو دورانج سيترون. شنو يا جماعه؟ هذه ماشينه تاع لي غلاصون، ماشينه سبيسيالمون من الغلاصون. حنا بكري كنا نديرو هذوك الكارويات هذوك، ديرهم في كوجيراتور، نستناهم واحد لا مش عارف شحال من ساعه وعاود تخرجهم طرطق. هذه نقصت علينا بزاف امور، نقصت علينا بزاف خدمه. نعطيكم اكزامبل، هذه تعطيها الماء برك ياك، شاك 3 مينوت ترمي لنا واحد 10 حبات ولا تاع غلاصون يتعمروا لهنايا. وعندنا هذه باش نبدلو منها بلازم فور. هذا يا جماعه يعيطوا لها اريير بار، منه كونطوار، منه فريغو، منه ديكور ثاني، سيتو كي يكون مقي وشباب راك تعرف. والموتور تاعه لازم يكون مجهد يا جماعه، باسكو راح نريقلوها طومبيراتور لتحت هنايا، يعني كيما نقولوا حنايا ستوك يكون قريبه لكلش. نديروا فيه الفاكهه تاعنا مثلا، نديروا فيه الماء، نديروا فيه بزاف امور اللي يحتاجوا البرود. الكليون يا جماعه راه مخلي قهوه تاع الدار ومخلي قاعده تاع الصالون وجاي القهوه كافيتيريا يريح. يتسمى يلزم له يشوف بعينيه باللي راه كاين الدواء مسطفى الكاطو في الفريغو وجديد ثاني. هذه مليحه للمصداقيه تاعك. شايف البرود عبكم يا جماعه، هذا منه بريزونطوار ومنه فريغو ثاني. وي فريغو عباكم باللي كي تدخل القهوه وتلقى عندها فريغ وبريزونتوار كيما هذا، ما كانت تسقسي الى جديد تاع اليوم ولا ماشي تاع اليوم، خاطرش لا طومبيراتور اللي راه فيها الكاطو تاعنا راه مريح وراء الاز طابلو. هاكم باللي قبيله شفنا الفريغ وكان دي كاطو اللي يتكلوا باردين. ونحتاجو تاني في قهوه يا جماعه ميكرووند كيما هذا، باسكو كاين صوالح اللي ناكلهم حامين كيما السفنج. سيرفيس مهم بزاف، السيرفر في القهوه يا جماعه لازم له يكون انسان اجتماعي، يحكي يقصر يتبسم يتقبل كاع العقليات. خش في القهوه ما تقدرش تعرف شكون يجي عندك، كاين اللي مهموم، كاين اللي مريض، كاين اللي راه سافا با، كاين اللي راه فرحان بزاف، كاين اللي عنده الانرجي زايده. كل واحد يتسمى وتعطيه على حساب قوسطوه في لي نورم بيان سور، والاحترام المتبادل.
داخل برا. هذا الميزه اللي ولينا نشوفوها فرق هاوي بزاف ومليحه. علاش؟ داخل نون فيمر برا معليش تقدر تكمي على روحك الله يسهل. هذو المدخنين بكري ما كانتش كاينه، تبقى الحال بلافون صفر ريحه الدخان تدخل. انا نقول لك باش ريح تتلقى ما تقدرش، مي درك راه كاين اللي يقدر يتكيف يريح برا، واللي ما يتكيفش يقدر يريح الداخل. اه لازم بلا ما يشم هذيك ريحه الدخان، هذه هي لازمنا نسيبارو. قهوه ابو محمد. اوكي اوكي صح، نجيب لك قرعامه. ها اتاي صح اوكي ماشي مشكل. قهوه اوكي ماشي مشكل. اوكي اوكي صح، هضرت بزاف الخدمه. وكاين بوست واحد اخر يا جماعه اللي هو مهم، بلونجور مسؤول على النتواياج. هما كايكيب كاع مسؤولين على النتواياج، يعني كيما نقولوا ماشينيست راه ينيتواي في لاباراي تاعه، سيرفر راه ينيتواي في القاعه تاعه ولا طابل تاعه، والبلونجور مهم بزاف يا جماعه باش ينيتواي دوك الكيسان. عنده ثاني لارد، عنده الكونطوار اللي راه قدامه، باسكو كاين الانسان اللي بغى يشرب قهوه في كونطوار يتسمى، يعني ريحه النقاه لازم لها ولا بد. في القهوه تقدر تلقى ماشينيست، تقدر تلقى سيرفر، تقدر تلقى كيسي نورمال. بصح كاين واحد البوست مهم بزاف، سهلة بصح مهمة، بلونجور قبيلة رغوة وخسر. بلونجور سما نتواياج، بلونجور سما راه مبلونجي في الماء، ومام طون عندها تسياق من بعد شايف نقي الحياة. نفس نفس بزاف القهوة، زيد زيد ابعد راحت. البروجي تاع اليوم يا جماعه والميتي تاع اليوم راه عجبني، متعب ماشي متعب على حساب الكليون تاع اللي عندك. الا عندك بزاف وكان متعب راه عندك دخل بزاف ثاني، ما يهمش اتعب وضرب دراعك. واذا ما كانش تعب كانت فيه غير شويه لاكليون تاع راك رابح ما خاسر والو. بروجي شباب يا جماعه والله.